السلام عليكم. إن شاء الله نكمل في موضوع الـ MHC class molecules. لو نطلع على الستركشر بتاع الـ MHC class، بنلاحظ إن الستركشر زي ما إحنا شايفين عبارة عن ألفا تشين، ولكن الألفا تشين هذه عبارة عن دومينز، ألفا 1 دومين، ألفا 2 دومين، ألفا 3 دومين، تمام؟ يعني هي الثلاثة دومينز هم نفسهم بيشكلوا الألفا تشين اللي احنا ذكرنا، وهذا الكلام بيخرج عندي من الجين بتاع الـ MHC class 1، سواء كان MHC class 1 HLAA أو B أو C. وكذلك من كروموسوم نمبر 15 في عندنا جين، الجين هذا بينتج اللي هو بيتا 2 مايكروجلوبولين، وهذا البيتا 2 مايكروجلوبولين يعني خلينا نقول بيشتغل از تشابيرون، يعني بمعنى وكانه عباره عن حامي او مساند للالفا تشين اللي احنا طبعا ذكرناها. هذا الشغله. الشغله الثانيه اللي انا بدي اذكرها هنا انه السنجل وكانه الدومينز، بتتذكروا بتاعت الانتي بادي، سواء كان في عندنا دومين للهيفي تشين دومين 1 و2 في الكونستانت، وكذلك هو نفس القضيه دومين 2 عندنا 3 دومين. هذا الشغله. الشغله الثانيه بنذكر احنا ذكرنا في الماضي بانه الام اتش سي كلاس بترتبط مع التي سيل ريسبتور، تمام؟ اعتبر عندنا ام اتش سي كلاس 1، الام اتش سي كلاس 1 بترتبط مع التي سيل ريسبتور، وذكرنا انه الخليه عاده اللي بتكون خلايا السي دي 8 سيل، تمام، هي اللي بترتبط مع مين؟ مع الـ MHC class 1 الريسبتور بتاعها. وكذلك ذكرنا بانه في جنب هذا الريسبتور بتاع التي سيل عندنا كو ريسبتور، هذا اسمه CD8، عشان هيك سميت الخليه CD8. السي دي 8 هذا بيشتغل از اكو ريسبتور، وبيحاول يعمل عمليه ارتباط مع الالفا 3، تمام؟ الفا ايش؟ الفا 3، على اساس يعمل عمليه فيكسنج CD8 bind to the invariant domain، يعني عبارة عن look like زي constant domain من هذه الألفا chains، من هذه الألفا chain domains، تمام؟ وبيحصل عندنا الارتباط على أساس يعمل high affinity في الارتباط ما بين التي سيل ريسبتور وما بين الـ MHC class، تمام؟ إذا هذا وضعية بالنسبة للـ MHC class. نيجي ل وصورة أخرى، هي عندنا صورة أخرى الـ MHC class. عايز أذكر برضو ملهاش علاقة في موضوع عفوا إلا علاقة في موضوع الـ MHC في موضوع السيل سيجنال، لأنه في عندنا سيتوبلازميك ريجون هنا، وبيحصل هناك عندي عملية اكتيفيشن لكاينيز انزيم، وهلم جرى لاكتيفيشن لترانسكريبشنال فاكتور إلى أن يحصل عملية جين اكسبريشن للتارجت المطلوب. فاذا بنلاحظ احنا هي عندنا الدومينز، ما بين الالفا 1 دومين وما بين الالفا 2 دومين اللي في منطقه الان اتش 2، تمام، في عندنا اللي هو ارتباط بيحصل عندنا لمين؟ للبيبتايد بتاعت اللي هو البروتين اللي صار له عمليه البرزنتيشن. اذا البيبتايد تتشكل من 8 ل 10 امينو اسيد تقريبا، تمام. هذه اندوجينوس طبعا انتيجين زي ما ذكرنا الام اتش سي كلاس 1 بصير عليها برزنتيشن للاندوجينوس انتيجين، تمام، وبتحصل بتعمل عمليه البرزنتيشن للتي سيل ريسبتور بشكل او باخر، تمام. بيقول لي each type of allelic variant class 1 MHC molecule bind to distinct set of peptide. زي ما ذكرنا الكلام هذا، انا على سطح الخلية HLA على سبيل المثال A2، تمام؟ أكيد الـ A2 هذا HLA A2 ممكن يرتبط عليها أكثر من بيبتايد، والعديد من البيبتايد بشكل أو بآخر. فتقريبا بيقول لي أنا عندي ما يقرب من 10 قوة 5 اللي هو MHC مولكيول على سطح الخلية، أوكي؟ فأكيد هذه الـ MHC مولكيولز عليهم أنتيجينات أو عليهم بيبتايدز مختلفين، وهلم جرة اللي هم خلينا نقول عنهم السيلف بيبتايد.
وطبعا كذلك بيحصل عملية بناء لأدر ام ات سي كلاس إذا كان في عندي فورين بيبتايدز بشكل أو بآخر غير السيلف بيبتايد. تمام، وهذا الكلام موجود على النيوكليتيد سيل. نيجي للام ات سي كلاس 2. الام ات سي كلاس 2 زي ما احنا ذاكرين المرة الماضية قلنا في عندنا ال اتش ال اي دي ار دي بي دي كيو، كل واحد من هذا الجين في عندنا تو كمان عفوا عندنا تو جينز بيدخلوا تحت هذه المظلة، ينتج واحد منهم الفا، واحد ينتج منهم بيتا تشين. تمام، الفا تشين وبيتا تشين. زي ما احنا شايفين انه في عندي بيتا تشين، هاي البيتا تشين وعندها دومين بيتا 1 وبيتا 2 الفا 1 الفا 2. كمان وكأنه في عندي زي كونستنت انفيريانت مع مين؟ مع فيريانت دومين. ما بين البي 1 والالفا 1 تمام بيحصل هنا عمليه الارتباط بتاع مين؟ بتاع الانتي باي. هذا الشغله. الشغله الثانيه انه البيبتايد تقديرا ممكن تصل عدد الامينو اسيد فيها 20 او 19 امينو اسيد، من 13 ل 19 امينو اسيد. النقطه الثانيه كذلك هذه الام ات سي كلاس 2 ترتبط مع ايش؟ مع ال سي دي 4. احنا قلنا الام ات سي كلاس 2 ترتبط مع التي سيل ريسبتور بتاع مين؟ بتاع اللي هو التي هيلبر سيل. واحنا قلنا التي هيلبر في عندها سي دي 4 تمام، والسي دي 4 هذا كو ريسبتور موجود بجانب التي سيل ريسبتور، بروح بيرتبط لي على البي 2 على اساس يعمل عمليه اللي هو ال او بالمعنى الصح الكونكشن يحصل يكون فيري ويل ويكون عندي الافينيتي عاليه عشان يحصل عندي سيل سيجنال من خلال هذا الكونتاكت. اذا قضيه ارتباط الام اتش سي مولكيول مع التي سيل ريسبتور لابد يكون في عندي هناك سيجنال ترانزدكشن من خلال هذا الارتباط. تمام، سواء كان على مستوى التي سيل وكذلك على مستوى الانتيجين بريزنتنج سيل فور اكزامبل. تمام، هي الصوره الاخرى، عندنا دومينز اوكي وعندنا زي ما ذكرنا الفا 1 والفا 2 هلما جرى بيتا 1 وبيتا 2 وعندنا السيتوبلازميك ريجون بشكل او باخر. اوكي، ذا ميمبرين بروكسيمال الفا 2 اند بيتا 2 دومين لايك ذا ميمبرين زي الفا 3 بيتا 2 مايكروجلوبولين، يعني تقريبا موازي لهم. اوكي، فبقول المايكروجلوبولين هومولوجي تو ذا اميونو، يعني بيشبه اللي هو المايكروجلوبولين زي الاميونوجلوبولين فور ذا ستراكشر. فور ذيس ريزون يعني هم الان بسموا لي الكلاس 2 ام اتش سي مولكيول اولسو از ام اتش سي كلاس 1 كلاسيفايد از اميونوجلوبولين سوبر فاميلي، يعني فيهم تشابه مع ايش؟ مع الريسبتور اللي هو مع خلينا نقول الدومينز بتاعت مين؟ بتاعت الانتي بادي اللي احنا ذكرناه. هاي الصورة بتمثل لي الام ات سي كلاس 2، اعتبر عندنا 2 وعندنا التي سيل ريسبتور. تمام، بيحصل عندنا الارتباط بينهم وكذلك بياتي عندي السي دي 4 بيرتبط لي على اذا كانت عندي ام ات سي كلاس 2 على بيتا 2 وبيحصل هنا الارتباط 100% في حاجه بسموها هذه المنطقه بيقولوا عنها اميونولوجيكال سينابس. اميونولوجيكال ايش؟ سينابس. وطبعا اذا ذاكرين من صوره قبل هيك في المحاضره اللي قبل اللي فاتت ذكرنا انه كمان في عندنا other molecules موجودات لهم علاقة بالكوستوميرتي المولكيولز، وهناك other molecules لهم علاقة بالادهيجن اللي بيحصل عنا بين الخلايا. هنا برضو صورة أخرى بتحاول توثق الأشياء أكثر. هي عندي أنا الـ MHC class 2 عليها antigen peptide زي ما ذكرنا، وعندي MHC class 1 وعليها البيبتايد، واحنا ذكرنا طبعا انه هذه عباره عن انتيجين بريزنتنج سيل. كذلك ممكن يكون عندي السيلز العاديه عليها ام ات سي كلاس 1 لو صار فيها انفكشن مع الفيروس حتعمل بريزنتيشن للفيروس بيبتايد على الام ات سي كلاس 1. هنا بيجي بيقول لي كومباريزون ما بين الام ات سي كلاس 1 و 2، هذه اشياء احنا عارفينها نعدي عليها بسرعه من خلال الحكي ذكرناه. انه انا عندي كستراكشر الفا تشين بيتا 2 مايكروجلوبولين علي الفا وبيتا، الدومين زي ما ذكرنا في عندنا الفا 1 الفا 2 اند الفا 3 بيتا، الفا 1 الفا 2 بيتا 1 بيتا 2 ابروكسيميتلي اول نيوكليتد سيلز. هنا على الانتيجن بريزنتنج سيل
البيبتايد من 8 ل 9 او ل 10 امينو اسيدز، تمام؟ وهنا البيبتايد تقريبا من 12 الى 30 امينو اسيد. البيبتايد طبعا هنا عندي بيكون اندوجينوس انتيجين بشكل او باخر، سواء كان انترا سيلولار بكتيريا او عندي انا فيروس. هنا عندي اكسوجينوس. البيبتايد عندي على اساس انه برزنتيشن لمين؟ للتي سيل او للسي دي 8 تي سيل. هنا برزنتيشن لمين؟ للسي دي 4 تي سيل. اوكي، هنا صور اخرى لعملية التوضيح في عملية العلاقة ما بين التي سايتوتوكسيك سيل مثلا مع الام اتش سي كلاس 1 لخلية انفكتد. هنا تي هيلبر 1 مع انتيجين بريزنتنج سيل على سبيل المثال، عبارة عن سواء كان ماكروفيج، تمام؟ وهنا نفس القضية ام اتش سي كلاس 1 ممكن تي هيلبر سيل تحتك مع البي سيل، بيصير هذا الكلام لانه عندها ريسبتور والبي سيل عندها ام اتش سي كلاس 2، وهذا الكلام الان بدأت تتضح الصورة. نيجي نطلع على نقطة ثانية في عملية البرزنتيشن بشكل عام، برضو موضوع سهل. البرزنتيشن زي ما احنا عارفين قلنا في عندنا اندوجينوس انتيجين وعندنا اكسوجينوس انتيجين. خلينا نطلع على كلاس 1 ام اتش سي بات واي بروسينج لمين؟ لاندوجينوس انتيجين. فبيجي بيقول لي انا بروتينز موجودة عندنا لهذا الفيروس، تمام؟ بيحصل لهذا البروتين، اجى عندي الفيروس هنا، تمام؟ عندنا بروتين لهذا الفيروس بيحصل له هنا حاجة اسمها يوبيكويتينيشن، اللي هو وجود بروتين يوبيكويتين بيشبك لي على البروتين بتاعت الفيروس، وبيحصل عملية ايش؟ بناء، او بالمعنى الاصح بيحصل اللي هو اليوبيكويتينيشن، هذه العملية بسموها، بيساعد في انه يدخل البروتين اللي هو بتاع الفيروس على حاجة بسموها بروتيوسوم زي المخرطة، وهذه عبارة عن مجموعة انزيمز بتعمل ديجريديشن لمين؟ للبروتين الموجود عندي از افورين بروتين، وبتعمل ايش؟ برزنتيشن لهذا البيبتايد، بحيث انه هذا البيبتايد من خلال اللي هو بروتين اخر اسمه ترانسبورتر اسوشيتد بروتين موجود على باب الاندوبلازميك ريتيكولم بيسمح بدخول البيبتايد، وعندي بيكون في هناك بناء شغال للام اتش سي كلاس 1، تمام؟ ومع البيتا 2 مايكروجلوبولين، وبعد هيك بيحصل عملية الارتباط، وبعد ما يحصل عملية الارتباط للام اتش سي كلاس 1 مع البيبتايد بيحصل عملية ايش؟ نوع من البادينج على جولجي اباراتس، وفي الجولجي اباراتس بصير موديفيكيشن للام اتش سي كلاس 1 اذا كان هناك مجال، وبعدين بيدخل على اكسوسيتيك فيزيكلز، وبيحصل عندنا عملية البرزنتيشن للي هو السي دي 8 سيل. هذا بشكل عام لموضوع الام اتش سي كلاس 1، كيف بيحصل عمليه البروسسنج تاعتها، وكيف بيحصل عمليه البرزنتيشن للبيبتايد اللي عليها. الام اتش سي كلاس 2 يختلف شويه. احنا قلنا الام اتش سي كلاس 2 انه هو عباره عن اكسوجينوس انتيجين بروتينز او مايكروب بيجيني من الخارج. اذا هذا البروتين او عباره عن توكسين او اي اشياء اخرى او اكسوجينوس بكتيريا بتدخل عندي هنا كبروتين، بتكون عندي موجود في فيزيكلز. الان هذا البروتين في الفيزيكلز، تمام؟ بيحصل عندي في بسكون لي فاجوسوم. الفاجوسوم هذا بروح بيتحد لي مع اللايسوسوم، تمام؟ فبصير عندي اتحاد، وبيحصل عندي عمليه الدايجستشن لمين؟ للبروتين الموجود عندي از افورين، تمام؟ لحد هنا اوكي. الان هذا البروتين الموجود عندي او هذا البيبتايد الموجود عندي في هذه اللايسوسوم، تمام؟ بعد ما يصير عمليه اللي هو دايجستشن، اوكي، لازم يروح يتحد مع مين؟ مع الام اتش سي كلاس. خلينا نيجي هنا. الان الام اتش سي كلاس طبعا 2 تتشكل من الفا وبيتا، الفا تشين وبيتا تشين، ذاتس رايت. الان الالفا تشين وبيتا تشين هذا البناء هنا اكيد يعتبر هذه عباره عن انتيجين بريزنتنج سيل، وبتبني سبحان الله ام اتش سي كلاس 1 وام اتش سي كلاس 2. عاده الام اتش سي كلاس 2 عندما يبنى هنا بيصير له بلوك لمين؟ للام اتش سي كلاس 2 زي ما انت شايف، من خلال التشين بسموه انفيرينت تشين، زي بلوكر، تمام؟ زي نوع من اللي هو التسكير بصير عندي لمين؟ للمنطقه اللي بصير فيها وضع البيبتايد، وبيضلوا بهذه الوضعيه بحيث ما يصيرش هناك ادخال لاي اندوجينوس بيبتايد، تمام؟
وبصير عندي نوع من اللي هو بروسيسنج لعمليه البادنج، وبصير عندي اكسوستاتيك فيزيكلز. تمام، الان هذا موجود عندي هنا. هذا البروتين طبعا في هذه الوضعيه عندما يحصل التقاء ما بين الام ات سي كلاس عندنا 2، تمام، يوجد عندي كمان في الفيزيكلز هنا عندنا حاجه اسمها كمان دي ام، عندنا حاجه اسمها ايش دي ام. تتذكر قلنا في عندنا اتش ال اي دي ام، هذه من ضمن الشغلات اللي هي رير ام ات سي كلاس 2. في وجود الاتش ال اي دي ام تمام، وبيحصل عندنا نوع من الريليزنج لا مين لا اللي هي هذه التشين الموجوده عندي از بلوكر. تمام، وهذا الكلام بيجي من خلال المساعده في التغير في الاسيديتي اللي صارت عندي. فبصير عندي ريليزنج لمين؟ للانفيرنت تشين اللي عامله لي بلوكر. تمام، وبيحصل في عندنا عمليه انستد اوف ذيس انفيرنت تشين. تمام، بيحصل في عندنا اللي هو دخول لمين؟ للبيبتايد، وبيحصل بعد هيك عمليه البريزنتيشن لهذه البيبتايد. هنشوف هذا الكلام. طبعا عندي هنا ام ات سي كلاس 2 عليها البيبتايد والاستقبال من التي سيل ريسبتور، والسي دي 4 جام رابط لي على مين؟ على البيتا اتش. خلينا نشوف صوره اخرى تكون اكثر يعني وضوح هنا عندي. خلينا نشوف هنا الصوره، هنا زي ما احنا شايفين ام ات سي كلاس 2. تمام، ام ات سي كلاس 2 في عندنا انفيرينت تشين عامله له بلوكر. تمام، عامله ايش؟ زي بلوكر تسكير. هذا البلوكر طبعا في وجود هذا الام ات سي كلاس 2 وهذا اللي بسموه كليب اللي عباره عن البلوكر. تمام، اسمه كليب. الان هذا الكليب بيمشي عندي في الجولتي مع الام ات سي كلاس 2، بصير عندي فيزيكلز، وبيجي عندي لمنطقه التقاء ما بين سوري هنا بصير البناء للام ات سي كلاس 2 مع الانفيرينت تشين. سوري عفوا، من هنا الصوره. تمام، والام ات سي كلاس 2 بصير نوع من الفيزيكال فورميشن من الاندوبلازميك، بعد هيك بيجي عندي على الجولجي. تمام، بيجي عندي على الجولجي. طبعا في خلال البروسينج بيحصل عندنا ريليزنج لجزء كبير من هذه القطعه، بضل عندنا قطعه اخرى بسموها زي الكليب اللي هي بقايا الانفيرينت تشين. هذه الكليب تشين تمام الموجوده عندي بسكران الام ات سي كلاس 2. الان ايش اللي بصير عندي هنا؟ في وجود الاتش ال اي دي ام تمام ميديت اكستشينج اوف كليب فور انتيجين بيبتايد، يعني في وجود الاتش ال اي دي ام بيحصل عندنا مع وجود البي اتش بتروح عندي الكليب وبيجي عندي البيبتايد بتاعت مين؟ بتاعت الاكسوجينوس انتيجين، بيرتبط عندي على اللي هو الام ات سي كلاس 2 وبيحصل عندي برزنتيشن على الام ات سي كلاس 2. تمام؟ هي الامر بيحصل بالنسبه لهذا الموضوع. الان كمان على الام ات سي كلاس 1 قلنا فهمنا الحدوته انه بيدخل عندي البيبتايد بعد ما يصير لها بروسينج. كمان في عندنا اذر بروتينز زي التباسين، وعندي مثلا الكالريتيكولين، هدول عباره عن بروتينات زي مدعمات لشكل مين؟ لشكل الام ات سي كلاس 1 بسموهم تشابيرون. وكذلك عندنا البيتا 2 مايكروجلوبولين، هدول طبعا بيكونوا بيساعدوا في عمليه ايش؟ اللي هو انه الام ات سي كلاس 1 تاخذ الكونفورميشن تاعها. تمام، بعد هيك طبعا بيحصل بعد ما تاخذ الام ات سي كلاس واضحه بيحصل عمليه بروسيسنج للام ات سي كلاس 1 مع المايك مع البيتا 2 مايكروجلوبولين، وبيجي عندي على الجولجي، ومن الجولجي طبعا بيجي بيعمل لي اكسوسايتوسيس بحيث انه يخرج عندي على سطح الخليه ام ات سي كلاس 1 مع البيبتايد. تمام، وهذا الكلام كله بنلاحظه احنا موجود عندنا بالشكل هنا، عملية اللي هو شرح لهذه الصورة على مستوى الام ات سي كلاس 1 ولهذه الصورة على مستوى الام ات سي كلاس 2 بشكل او باخر. تمام، هي الصورة بس لتأكيد للصورة السابقة الموجودة عندي. الان الكلام هذا هو نفس الكلام اللي انا تحدثت فيه. تمام، نفس الكلام
اللي تحددته بشكل أو بآخر بشكل تفصيلي، بإمكانك تقرأه وما فيش هناك أي مشكلة في هذا الموضوع. هي عندنا هنا invariant chain attached بدل البيبتايد اللي بصير لها ريليزنج، بصير عندنا في الآخر كليب زي ما ذكر. تمام، وهنا بحكي لي موضوع الاندوجينوس انتيجين كيف بصير له يوبيكوتينيشن. البيبتايد من خلال التاب بتدخل عندي على الاندوبلازميك ريتيكولم، وهلما جرى بصير ارتباط مع الام اتش سي كلاس 1 وبصير عندنا خروج على السطح. وهنا نفس القضيه في هذا التوضيح اكسوجينوس انتيجين هنا. تمام، هنا صوره اخرى، بروتين بيدخل عندي على البروتيوسوم بيتحول لبيبتايد. تمام، البروتيوسوم هو عباره عن كومبلكس اوف ذا انزيمز. بعد ما تدخل عندنا البروتين الاكسوجينوس في عمليه بتصير اسمها يوبيكوتينيشن. تمام، مش يعني ضروري نتحدث عنها، اللي هي عباره عن عمليه تهيئه اللي هو البيبتايد اللي البروتين اللي عندي انه يدخل عندي على وين؟ على البروتيوسوم. يعني كمدخل بسهل دخول البيبتايد او البروتين على البروتيوسوم، بيحصل عندي ديجريديشن وبيطلع عندي البيبتايد. تمام، هذا بالنسبه للام ات سي كلاس 1. نيجي لموضوع اخر او جزئيه اخرى عفوا. احنا قلنا في عندنا موليكول اسمه سي دي 1، منه اي سي دي 1 اي وبي وسي. هذا بتعمل برزنتيشن. لم نذكر احنا في خلال الحديث السابق من حد ما بدانا الان انه ايش بصير في الليبيد. تمام، فانا بيجي بقول لي ايش بصير عندي بالليبيد. بقول انا هنا الليبيد اذا كان في عندي بكتيريا فيها ليبيد على سبيل المثال، بيحصل برزنتيشن للليبيد على السي دي 1. برزنت ليبيد اند جلايكوليبيد لمين؟ للتي سيل. والتي سيل هذا بتتذكروا انه في عندنا نوع اسمه نيتشر كيلر تي سيل. هنا اجى دورها انه نيتشر كيلر تي سيل الريسبتور تاعها شويه يختلف الكونفورميشن تاعه على بتاع الالفا بيتا بتاع تي هيلبر وتي سايتوكسيك موجود عندي. اوكي، في النيتشر كيلر تي سيل هنا. اوكي، بصير التقاء ما بين الجلايكوليبيد او الليبيد، وبصير تحفيز لمين؟ لا خليه النيتشر كيلر تي سيل. تمام، وبدورها اوكي بتنتج هاي ليفل اوف ذا سايتوكاينز زي الانترفيرون جاما والانترلوكين 4. هذا الانترلوكين 4 مع الانترفيرون جاما بروحوا لي على البي سيل وبقول يلا يا بي سيل طلع لي انتي بادي اجينست الليبيد. هذا بشكل مختصر في حدوده اللي هو كيف الانتيجين بريزنتنج سيل بتعمل برزنتيشن لا اللي هو الليبيد او الجلايكوليبيد على السي دي 1. تمام، هي الحدوته الموجوده عندنا. اوكي، لوك لايك تشبه الام ات سي كلاس في نفس التصرف. تمام، برزنتيشن اوف نون بيبتايد انتيجين فروم بكتيريا زي ما ذكرنا الليبيد او جلايكوليبيد للبكتيريا مايكوبكتيريوم توبركلوسيس او مايكوبكتيريوم مثلا ليبري نوع من انواع البكتيريا، وبصير لها برزنتيشن على السي دي 1 زي ما ذكرنا. هنا صوره اخرى، عمليه توضيح ليس الا، ما فيش داعي عشان اعقد الامور شويه واشرح اكثر، انه بيحصل التقاء سي دي 1 عليها الليبيد او جلايكوليبيد مع الريسبتور بتاع التشين تاعته. تمام، بيطلع عندي سايتوكاينز، هذه السايتوكاينز. تمام، ممكن احنا طبعا السي دي 1 مش شرط طبعا تكون دنتريتك سيل، ممكن تكون بي سيل. اجي عندي ليبيد، تمام، شبك على الانتي بادي ودخل عندي جوا الخليه وصار له برزنتيشن الليبيد مع مين؟ مع السي دي 1. اوكي، هاي اللي بيحصل زي البي سيل. الان البي سيل هذه محتكه مع النيتشر كيلر تي سيل طبعا من خلال هذا ومن خلال اذر مولكيول سي دي 28 سي دي 40 ليجاند مع البي 71 72 بتاع السي دي 80 و 86 والسي دي 40 مع السي دي 40 ليجاند. لان هذا الكونتاكت بحاول يعمل اكتيفيشن بخلي الخليه نيتشر كيلر تي سيل تطلع لي الانترلوكين 4 مع الانترفيرون جاما الى ان يحصل السويتشنج للبي سيل. يلا يا بي سيل طلعي لي اي جي ام، طلعي لي مثلا اي جي جي 3 او مثلا اي جي جي 2 سب جروب زي نوع سي. تمام، هي اللي بيحصل عندنا في عمليه الدفاع اجينست الفورين انتيجين اذا كان عندي ليبيد.